ودعنا نستقبل هذا الاتصال الهاتفي من دبي السيد ناثان تاكال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط. أهلا بك معنا سيد ناثان، كيف تعنون لهذه الزيارة بعد يومين من تولي بومبيو لمنصبه؟ نعم، هذه الزيارة طبعا مهمة للغاية، وهي تأتي في مرحلة حرجة جدا للمنطقة، منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل أنشطة إيران المزعزع للاستقرار في الكثير من البلدان في المنطقة، لا سيما اليمن وسوريا. والهدف وراء هذه الزيارة كان إرسال رسالة في أصدقائنا في المنطقة على أهمية علاقاتنا مع الدول العربية في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، قوة ومتانة الدعم الأمريكي والصداقة الأمريكية للدول في المنطقة التي تحارب الإرهاب وتحارب التحديات الإيرانية وما إلى ذلك. هي طبعا أمر مهم جدا أنه الوزير بومبيو اختار السعودية في المحطة الأولى لهذه الجولة الشرق الأوسطية، لأن العلاقات الأمريكية السعودية طبعا قوية جدا، هي تاريخية، وهي طبعا الآن في هذه المرحلة مهمة للغاية لتحقيق المصالح المشتركة داخليا وإقليميا للسعودية. بعد ذلك طبعا الوزير يتوجه إلى إسرائيل، وبعد ذلك سوف يتوجه إلى الأردن. فهناك الكثير من القضايا التي سوف تتم مناقشتها خلال هذه الجولة، وهي كانت حتى الآن الاجتماعات مثمرة وبناءة، ويعني نتطلع إلى إكمال هذه الجولة حتى يكون هناك تثبيت للعلاقات الأمريكية الشرق الأوسطية في هذه التحديات. طيب سيد ناثان، ماذا كان يحمل بومبيو في جعبته للسعودية في عناوين رئيسية فيما يتعلق بالتمدد الإيراني، الحضور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، أيضا تركيا التي تلعب على حبال كثيرة، ماذا كان في جعبة هذا الرجل إلى السعودية؟ بالنسبة للمحطة في السعودية طبعا كانت هناك الكثير من القضايا الداخلية والإقليمية. طبعا على رأس هذه القضايا كانت أنشطة إيران، مثلا في اليمن إيران تقوم بنشر الصواريخ البالستية إلى ميليشيا الحوثي، وهذه الصواريخ البالستية الآن تهدد المنشآت المدنية في السعودية. نحن طبعا لا نقبل هذا الشيء، ونحن سوف نقوم بالمزيد من الجهود ردع مثل هذه التصرفات، لا سيما طبعا الجهود الحاليه لابرام اتفاقيه تكميليه للاتفاق النووي، وهذه الاتفاقيه التكميليه سوف تعالج قضيه الصواريخ البالستيه. كذلك طبعا نحن تناقشنا مع الاخوه السعوديين قضيه سوريا وضرورة منع إعادة ظهور داعش مرة أخرى، وضرورة أن يكون هناك دور قيادي وفعال للمملكة العربية السعودية والدول الخليجية بشكل عام لملء الفراغ في سوريا، وإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق المحررة من قبضة داعش، حتى يكون هناك أساس لإعادة الاستقرار، و أساس طيب وقوي لحل سياسي في سوريا. نعم، السيد ناثان تاكال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أشكرك جزيل الشكر.